مضاد خديجة شلل يعني إعاقة خلقه من الله واحتياجاتي الخاصة شايف وضعي لا بقدر لا أم ولا أبرك ومالي معين غير الله يعني ما عندي غير هالبنت هالطفلة وهالمرأة بعينوني والله بس يعني ما عندي حدا لا عندي شيء لا عندي شيء يعني أنا شهد عرفات عمري 9 سنين رحت على السوق أنا والبابا نشتري خضرة عن ضربة الطيارة وبدي طرف عشان نروح على المدرسة. أهلا وسهلا فيكم مركز رعاية المعاقين بمعارة النعمان. أنا المدير أم إبراهيم. المركز تأسس من حوالي سنة. نحن فريق تطوعي مؤلف من 4 أشخاص. المركز هو خدمي. يوجد لدينا 225 حالة تقريبا. يوجد 100 طفل معاق والباقي هو كافة الأعمار. لدينا حالات شلل بكافة أنواعه وإصابات حربية وفي ذهنية متوسطة. نحن بحاجة لهون المركز هو مهمش تماما بحاجة لتسليط الضوء عليه. ياريت مناشد الأصحاب الضمائر الحية والشرفاء ينظروا لوضع المركز.